كانت رائعة جدا. صعبة الكرة دي وخطيرة، مارفيتانو يفتح مجال التسجيل لصالح ويست برومويتش. يا له من خطأ في المتابعة والمراقبة، ويست برومويتش متفوق في أولد ترافورد بعد 9 دقائق لعب على مانشستر يونايتد بهدف مقابل صفر، سجله ببراعة، خرج وجه لوجه مورغان أمالفيتانو مفتتح مجال التسجيل. شوف الإعادة، كرة مباغتة 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 مباغتة، والتوغل والانطلاقة من أمالفيتانو. با 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 با، يا له من خطأ ويا له من سهولة، يتمكن مورغان أمالفيتانو من فتح مجال التسجيل أمام مانشستر يونايتد بهذا الشكل. ريو فرديناند وحده خطة ولكن ترك كل شيء فيما بعد وسمح لفريق ويست برومويتش من فتح مجال التسجيل. التفوق الآن لصالح فريق ويست برومويتش على حساب مانشستر يونايتد بهدف مقابل صفر بعد مرور 10 دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة. نتيجة مفاجئة جدا على فريق مانشستر يونايتد على أرضية ميدانه وأمام جمهوره، ومنهزم بهدف مقابل صفر. هو منهزم بهدف مقابل صفر، سجله مورغان أمالفيتانو بكيفية رائعة جدا. 12 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط، فرصة فريق مانشستر يونايتد لتعديل النتيجة هنا في المخالفة عن طريق وين روني، يطلب الكرة ناني. با با با، دول دول وين روني يسجل هدف رائع، هو الهدف الثالث له مع مانشستر يونايتد منذ انطلاقة الدوري. كرة لم يلمسها أحد، كرة وين روني راحت مباشرة للشباك وباغتت بواسميل. يا لها من مخالفة، التسديدة رائعة جدا، لم تكن هناك وضع تسلل تماما. وين روني مباشرة بدون ان يلمسها لشي شريطه ولا غيره، وهدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد. وتبعث المباراة من جديد، تبعث المباراة من جديد. وين روني المنقذ يسجل هدفه الثالث هذا الموسم، وسيدخل الان اللاعب روبن فونفيرسي في مكان شمال. وين روني مباشرة بدون ان يلمسها لشي شريطه ولا غيره، وهدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد. وتبعث المباراة من جديد، تبعث المباراة من جديد. وين روني المنقذ يسجل هدفه الثالث هذا الموسم، وسيدخل الان اللاعب روبن فونفيرسي في مكان شمال. توصل السيسينيا مرة ثانية وانطلق على جهة اليمنى، كرة ممتازة من هناك أمالفيتانو. بابا الهدف، جول جول، هدف ثاني 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 من أروع ما يكون لويست برومويتش، يفعلها فريق ويست برومويتش مسجلا هدفا ثانيا رائعا. لا 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 لا، يا له من هدف، يا له من لقطة، أولا لقطة في منتهى الروعة من هناك على الجهة اليسرى. يا لها من تسديدة رائعة، هذه التسديدة ورائعة، الهدف الثاني لويست برومويتش. على يسار الحارس دافيد دخيا، هدف رائع من سايدو بيرينو، 20 سنة اللاعب الذي دخل في مكان سكوت سانكلير، صنع الفارق وسجل هدفا ثانيا لويست برومويتش. توصل السيسينيا مرة ثانية وانطلق على جهة اليمنى، كرة ممتازة من هناك أمالفيتانو. بابا الهدف، جول جول، هدف ثاني 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 من أروع ما يكون لويست برومويتش، يفعلها فريق ويست برومويتش مسجلا هدفا ثانيا رائعا. لا 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 لا، يا له من هدف، يا له من لقطة، أولا لقطة في منتهى الروعة من هناك على الجهة اليسرى. يا لها من تسديدة رائعة، هذه التسديدة ورائعة، الهدف الثاني لويست برومويتش. على يسار الحارس دافيد دخيا، هدف رائع من سايدو بيرينو، 20 سنة اللاعب الذي دخل في مكان سكوت سانكلير، صنع الفارق وسجل هدفا ثانيا لويست برومويتش. هو منهزم بهدف مقابل صفر، سجله مورغان أمالفيتانو بكيفية رائعة جدا. 12 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط، فرصة فريق مانشستر يونايتد لتعديل النتيجة هنا في المخالفة عن طريق وين روني، يطلب الكرة ناني. با با با، دول